أعاد الاعتبار لثقافة الشرق الأقصى وفلسفته وفنونه القتالية، ألهم ملايين الشباب حول العالم، صاحب أسرع حركة في التاريخ. إنه أسطورة الفنون القتالية، بروس لي. اسمه الصيني لي جان فان، ولد عام 1940 في الولايات المتحدة لوالدين مهاجرين من الصين. عاد والداه إلى هونغ كونغ بعد مولده بثلاثة أشهر. في الثانية عشرة من عمره دخل كلية لاسال، وعند بلوغه السادسة عشرة تدرب على يد إيب مان. عام 59 تورط بقتال مع ابن رئيس عصابة كان يخشاها الجميع. غلب بروس لي ابن رئيس العصابة وضربه ضربا مبرحا. قلق والده على سلامته فأرسله إلى سياتل في أمريكا للعيش مع صديق قديم. التحق بجامعة واشنطن وحضر صفوف الفلسفة، ثم دخل عالم التمثيل فأذهل الجميع بقوته وخفة حركته. كان المخرجون يضطرون لتبطيء حركاته أثناء المونتاج بسبب سرعتها الكبيرة، ولكي لا يعتقد الناس أنه تم تسريعها. في ذروة شهرته ومجده وفي ريعان الشباب، أصيب بروس لي بنزيف حاد في المخ، توفي على إثره عن 32 عاماً في مفاجأة أحزنت الجميع في 21 من يوليو عام 73. ترك بروس لي أثراً خالداً في قلوب الناس، وتأثر به الشباب من كل أنحاء العالم، فشيدت له تماثيل في هونغ كونغ والبوسنة والهرسك وغيرها من دول العالم، كما ترك أسلوباً فنياً خاصاً يلهم ممثلي هوليود حتى اليوم.